بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشك برايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي خدي أم دي دستاوي جنجرك دي آياتكش آيات سورة الحجرات دي تفسيرها ببيجن رب العالمين دي آياتي دا آيات أولي قلت يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. رب العالمين بيش قال لي بسرمونا شو تشتاد بريا خدي ندن يا پیغمبري وصلاوة خدي السربن شو بر نئخن شو بيش نئخن چونك يا خدي اش همي تشتا مصطرة يا پیغمبري وش همي مصطرة يا خدي و پیغمبري وش همي مصطرة ريكا خدي او پیغمبر جد بيجتن او هر دسا بوكي هر دسا يا خدي و بسرمونا الفي آياتي أمدي شن آيات تري يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. رب العالمين في آياتي دا بما في بحثت كتن قالي خدان إيمانا جارك دي رب العالمين يقازمت كت خدان إيمانا قالي خدان إيمانا دنگ خوا ابسر دنگ پیغمبر خود نه الاخن مصدر نکن دنگ خوا ابسر یوی نه اخن دنگ تبلا شیوی کیم تر بتن. طبعا سبب هاتنا و آیتی بس صحابی که هبی گوته قیس بن شماس ثابت بن قیس بن شماس ثابت کر قیسیه کر شماسیه گوهتوید گرام بین وقتت آخفت آخفتنای دنگیوی گلکت چو نزانی یعنی دنگیوی گلکت چو گلک بلند بی وقتت آخفت وصا بی الجل هر کسی که آخفت با بجا وقت الجل پیغمبریت آخفت صلاوت خود سربن دنگکی بلند ازیت پیغمبری جد دید صلاوت خود سربن بشت اف آیت هات خاری یا گلی خودان ایمانا هین دنگی خواب سر دنگی پیغمبری نه ایخن اف سبب نزول اف بی بس الویری وكي علماء اتمد بيجن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب يعني تشتكي هاتي كرني در حقا ايكي در حق اف آياتا در حقا في منو في دهات خاري بس افا عام بمهمية هو بصرمان همية حتى رجع قيامته لازم الرز البيغمبري بيت يرتني صلاوة خد السربن افا يكو دنگي خواب سر دنگي وين ايخين الرأي خوا بر سر رأي پیغمبری نئخین معنوی اگر پیغمبری رأيك هبتن تشول کیدا چوی دل بر ندن یا وی لازم یا بلند بتن چونکی دنگ بلند کرن هما عامتا رب العالمین بجتن دنگ خوا نزم کن دنگ کی نزم باخبن و جبهه که مروف دل پیغمبری به صلوات خود سر بن بوچی دنگین بلند علامت مصنوعیه علامت مصنوعیه آنجی یه چه تشتیه یعنی خو اینا رزق خلقی دنگ بلند معنای اش و مصطرم بجد چوا وی دنگ بلند دل پیغمبری اخوی صلوات خود سربن دنگ خو سر دنگ پیغمبری نه اخن نه معنا بس دنگ بتن دنگ بتن و انما رأی خو و حضر بیرت خو اجتهادات خو او تشتی هین بخو حضرت کن لازم البريا پیغمبر خود ندن سر یوی نکتی بتن اذن واجب سر ما امرزل پیغمبری بگرین صلوات خود سر بن دنگیوی سر همی دنگا کتی بتن دنگیوی یمشیوی کمتر بتن وقتی مرو جل باخ بتن بشت خشوع جل پیغمبری باخ بی بوچی چنکی رب العالمینی یکری پیغمبر و تا ایمانا پی اینای پیغمبر خودیه تا ایمانا پی اینای اف دینای گهان دیمه منو تا ایمانا پی اینای کو بما وحی شریعتی اجدف رب العالمین ات اینتن و جد چوا مروب الگل وی باخفتن دنگ مروب سری وی کتیبت طبعا افت وقت پیغمبری دا وکی ساخ پشتی ساخی آوی جی سنتا پیغمبری صلافت خود سر بر هر پیغمبری هر وکی حاضر چو آخفتنا وکی آخفتنا که بتو حدیثا پیغمبری هبت صلافت خود سر بر چو آخفتن جهوی ناگرن يعني الفيري لازم تشلبكين يعني ام جو خبدن دنگوي ام جو خبدن اخفتناوي ام بيتاكي جلكي مازم بيبكين بوچي چونكي شريعته وي بما ايناي رب العالمين بما ايناي
الفيري يعني قال لي جرى صحبتت هين هكا تشتكي مظنبة بشتها ميدان يافية ديوان يافية اكي اختنا كهي بشتن لا صوت فوق صوت المعركة شو دنجي بسر دنجي شري ناكفن بوشي شنكي الشر ويختي حلة دولتك دي تعدايل ايكي كتن دي شري كي دي تريب كارناينن جغيري هندي زيدتري كو شري ديال فانا بكن حتى فانا الحد وان راوستينن شنكي يتخرابينا. إذن بيغمبري صلاة خذ السربن أخفتنا وي حلة أخفتنا بيغمبري خذ الصلاة خذ السربن يعني علاج أبو همي تشتا همي لازم أمل دفوه بچين همي لازم أموه ورقلين أم همي قوه خب دنوه أم چو دنقب سروينة إخين چو بروينة إخين. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أفا دنج بلندبين لازم تشد دنج بسرية بيغمبرينا كافن صلاة قد السربن أفا أدبك يا رب العالمين إن شمدة الجل بيغمبري خد صلاة قد السربن فيقا في بيغمبري يعني وقت أن فان تفسير فان آيات بيجين بش بيغمبري وفات بصلاة قد السربن إذا دنج ينائث ما أفا نما مقصد دنج بتنية وإنما رأي بيغمبري اجتهاد بيغمبري آخفتنا بيغمبري سنة بيغمبري شريعة بيغمبري صلاة قد السربن يعني حج كرناوي كاوي حشت كر أو تحشوي بكي أفايا تشوبر يا بيغمبري نائخن وبسر نائخن وبشتن يا آيات بشتن ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هنجي وقتت آخفم دنگكي بلند دنگي خالصر دنگي پیغمبري بلند نكا جهر اوية يعني وقت هنجل اكتت آخفن وكت الجلوي آخفت سحكا پیغمبري خود صلافت خود السربن نمرو وكي عادية كاتشوات الجل خلق اكت آخفه وصل جلوي جب آخفه نخير امد بجن ناوي اينن احمد محمد فلان بس وقت هنجل پیغمبري باخفين صلافت خود السربن لازم دنگي ما الشيوي كيم تربتن رب العالمين الجل بيغمبري تأخفت قازي تكتي صحيح قازي يا رب العالمين ورب العالمين قازي همي بيغمبرات كتن همي بيغمبرا رب العالمين يا قازي كريب چتشتي يا قازي كريب ناويوي مثلا برا خبدي يا آدم بيغمبر صلافت خود السربن يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة قازي آدمي كر ناويوي تو وجن كاخا الكيري هرن بحشتي دا يا نوح اهبط بسلام منا قازي نوح بيغمبر كصلاة خود السربن بشتن سفينة بلا دادة فلان جهي أمر رب العالمين بهاري كاريوي رب العالمين قازي كتن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ناوي إبراهيم إن صلاة خود السربن تا خونا خب جهكر يا موسى إنني أنا الله يا موسى أس خديما يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الناس أري يا عيسى تقو تخلكي منو ديكام بكن إله نافت وانا إنا يا آدم يا نوح يا إبراهيم يا موسى يا عيسى وحتى هم بيغمبرا أما وقت رب العالمين بحسي بيغمبري ماتك الصلاة خذ السربن أبدا نافي نوينت يا محمد صفتي ويت إينتن ناوي غازي ناكتي وإنما بصفتك صالوختك يتبغمبري غازي بكتي بوشي رب العالمين غازي بغمبري تكت هندي هنتي مظنة هندي هندي بقدر قيمته رب العالمين غازي تكتي يا أيها النبي يا بغمبري خدي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك ويعني نافينات يا محمد بشتي يا أيها النبي يا أيها الرسول رسول الله فان لفظة قازد كتير رب العالمين هوصا يلجال بيغمبرت آخف الصلاة خد السربن أما بيغمبرت دي تري هريكي كت كتا نافي ونافي وتئنا معناوي خصوصيتك تيبت من ديك رب العالمين يا أبو بيغمبر دينا شدي مصدري أجر أو خدي أم خال شكرين وأف بيغمبرة هنارتي و پیغمبرت بری هنگیج هنارتین و وی رزل پیغمبرت گرتن وصفتوی ناویوی ناینتن چواتو ده ناویوی اینه و کی گلک ملحدا دائما یعنی اوی حیبتا پیغمبری صلافت خود سربن شکینن ناوکی ده بو اینن ده لقبکی بو اینن استهزا و یاری پیکرن ام بسرمان که چوا رب العالمینی مازن کرا ام جی مازن بکن
شو رب العالمين بريوي دا باشي وبريوي يعني غازي كري أم وصا غازي بكيني واجب السرما أم جيفان وصفا أبي رب العالمين داين أم وصا غازي بيغنبري بكين يا أيها النبي وقت نافي بيتي صلاوة خد السربن نافي بينن بيغنبري خد صلاوة خد السربن يعني ريزي اللي بيجري ريز قرتنا ما بو بيغنبري و احترام رزقتنا بيغمبري رزقتنا ما يا ما يا بو خدي او اخفتنا ويغوتي اگر امرزلنا جرين ما رزل ودي نجنغرتا وخدي هنارتي ما حاشا رزل رب العالمين نجنغرتا چونكي شكاندنا بيغمبري صراوت خدي سربن شكاندنا امر رب العالمين يا ايهونا يعني ياري بيكرنا بوتنا خدي يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. الفي آياتيت بشتن باشا هكر إيكي وكير هكهن هو بكنا تزاندش الوقتن أن تحبط أعمالكم عملي وهمي دي بيجبتن عملي وهمي دي بيجبتن بوشي چنكي ورزل بيغمبري نقرت أو بيغمبري خدي رزلي قرتي ورزل يعني وكي هجي ورسلي نجرت وكي هجي رب العالمين الرسلي قرتي إذا شكاندنا بيغمبري شكاندنا أمري خديه جرب العالم بيشتن هشيار من عملي ودي بيجبتن أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون بنا حسن يعني شواء فتشتاكيد بي شواء حسنة شنكي بيغمبر صلاة خدي سربن نشدف خواهاتا چل صالة بيغمبري خدي ناف قومي خابي نقومي ونكسي ونوي شو جارات شو صحبت سرناتكر بس بشتي وحي بهاتي خارش نيكا بقضية كامازن الناف يعني ويش نيكا هزرش خاكر قومي ويهزر جاكر باشا خرابة دنيا همية أفا بيغمبر في تشتي شنيك خانا بيجت حتى أمرابين شنيك خواب بيجن والله أفا تشتاكيد بيجت دف خده إذن رزقرتنا وي أوا بيغمبر بيجت صلافة خده سرمن رزقرتنا يا خده أو كسي في مخالفة بيغمبري بكتن أفا مخالفة منهج رب العالمين كر مستحقي هجي هندي بي كو رب العالمين عملي بهمية شلب كتن بيج بكتن بوشي ريس نقرتنل بيغمبري ريس نقرتنل ياكي ياخده ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض دنجي كي بلن شواهين غازي ايكودت كن يا أحمد يا محمد يا فلان غازي بيغمبري جهو صابكن أبدا دي عملته همي بيج بتن لازمة الرزي اللي بيجري طبعا عملي منو بوشي دي بيج بتن نقطة كان مهمة مروف السراء وسطتن بيغمبر صلاوة خد السربن قالك برحم بي بيغمبر يخوى مازن نتكر بيغمبر يخوى تقين رزا يا هكا ناف ديوانا كيبا كسي ناس نتكر ها أفا بلا والمروفي ناكتن والوناكت قالي بسرمانا هين فيجاب في نرماتيا بيغمبري في تواضع بيغمبري هين رزيلي ناقرن هين كرامتاوي بشكينن هينش جهوي بين خاره لازم بيغمبر جهوي قالك مزنا هيبته ويا هي كرامته ويا هي يعني حتى تاخفتني جدا لازم اخفتنا بي اش بسرهمي اخفتنا كتيبتن قد بشتن يعني هيك الانسان برخبدتي مروفت يت وقت بجنيت كيمت ناف مجتمعي دا يعني دس هاوتن مروفت خلط بنو خلطيا بكن دليل السر مزنت وانا رز احتراما ما ظنت وانا أبيت نازدار كرين حتى بش إيكي عرب چون في قومك ناوي ناسكر نوان ناسكر يعني مدهكي برا خدا فان مروفا سحكري إنا صلاف لكر قوتي السلام عليكم قوم حسنت أخلاقهم صلافة خد السر وابن يا ملاتو أبي أخلاقي وأخلاقك باش قوتي إنا أمت ناسكي نتو ما ناسكي تودي شو ظاني أمت باشين تا چه وزانیه؟ گوت من باشی وزانی با اخلاق خرابیه اخلاق عبدتوه معنای عبدتوه خلطیات کن گوه خانادنو معنای هین سروانات بهم فرهن هین رزیلت گرن انا سی کر مالکی خودی جرازی بتن بشتن من ده سال خلمتا پیغمبری یا کری صلافت خودی سر بن چش شولی من کری نگو تبو چی کر و یه من نکری جی نگو تبو چی نکر افا پیغمبر یه حصا بی صلافت خودی سر بن رب العالمين بيشتين قد بيشت باشا أفي دنجي خواه بلنت كالمزاني با أفي دنجي خواه كيمت كان إلا الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أو مروف الدنجي خواه نزمت كان
الدف بيغمبري خذي الصلافت خذي السربن دنجي خبسر دنجي وينائخن أبتشنا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أفا أومرو فن رب العالمين يتجربان دين رب العالمين يتدريب دين دلتوانا بو تقوى يا رب العالمين بو ترصاش رب العالمين خوش خراب يدن باش مروفت صافينا مروفت باقجن مروفت بجين أفا رب العالمين متحتوانا أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أو الرزل بيغمبري بجرتن أو الرزل دنجي بيغمبري بجرت جهة بيغمبري بجرت حديثة بيغمبري بجرت شريعة بيغمبري بجرت كتابة بيغمبري بجرت صلوات خذ السربن سيرة بيغمبري بجرتن أفا أمرو فن يذكر رب العالمين جربان دين دليوانا تقوي وترصى رب العالمين ياتي ذو هيبة رب العالمين ورزقرتنا كما ظن أفا يالدف كي هاي يالدف رب العالمين هاي ورزل خذت قرن وخديج الرزل وانات جرتن أفا أون يتكو رب العالمين حاضر كرين درس كرين دا في أمانته هنده مظن إسلامي بجهين إجبر هنده برا خبدا قومت برينو كتابت برينو كاني خدانت وانا يعني چن هند بيتا بيناكر وكي صحابيات بيغمبر صلافة خد السربن وكي بيغمبر وفاد بي أبو بكر شو جهيوي قوتي أينقص الدين وأنا حي دين إسلامتي كيم ببت وأزي الساخ ناچه بت أفهردك اليلي بن از صاحبم و دین اسلامی کم ببتن آن دوی دینی تمام کم آن از دی مرم و ناچه بتن پیش جاویت من اف دینه بیت کم کرن و اکی مرتد یعنی اسلامتی درکتین هر وصا یعنی صحابیت پیغمبری هر وصا علماء دوی امتی اف دینه را گرتی صحابیت چوین تابعیت چوین پیغمبر نما صلافت خود سربن وحینا اتخاره و انما هر اکی جه خدا یا خدا اینا از شینا پیغمبر خودیم صلافت خود سربن دی پارستن سروی دینی کم و دیوین دینی گهینم چوا وعدت پیغمبری بو خودت دان صحابیت پیغمبری بو خودت دان تابعیت صحابیت پیغمبری بو خودت دان وصا اف اهل وی دینی جی یا عهد صوصا بو رب العالمین الدن امدت وصا بن يا ربي وكي بيغمبري تصلافت خد السربن روحا خدي في دائكين بو چدشتي بو في ديني رب العالمين ما تحتوان كن مش خدي أبي ريزل في ديني تجيرت أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى رب العالمين أفا يتولي كرين امتحانا بفونات كت دلت فونا تجي تقوى تيدا طاعة رب العالمين تيدا يتهاتم باقش كريني أفدلتها رياء نفاق إيمانا ضعيف تدانين يا رب العالمين ما تحت فان صحابيات كتن إشبر هندي رب العالمين بو مجد بيجتن وبو پیغمبر جي صلاة خود السربن پیغمبر شاهدك ديدتن بشتي يا ربي من أفديني يقهاندي ويدف پیغمبر جي صلاة خود السربن شاهدك يدن يا ربي بل مجي يقهاندي خلقه وپیغمبر خودش يقهاندي خلقه رب العالمين متحتوان أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى ورب العالمين جمع متحتوان كتن لهم مغفرة وأجر عظيم رب العالمين متحت فان مروفات كتن أف مروفت كو ريزي البيغمبري ديرن ريزي الإسلام ديرن ريزي الدين خودي ديرن دنجي خبسة دنجي بيغمبري نائخن رأي خبسة دي رأيوي نائخن لازم أم ها هوصا وكيم فان آيات تخين تبصرمان بلي أفا واجبتايا واجبتا يا تشتشتا بريه بيغمبرينا اخي واخفتنا خدو بيغمبري واجب ما يا ام دنجي خا سر بلنكين معناه رايا خا فرسناك السرياوي واجب ما يا او تشتي خدي غوتي ام يدين براهيكا همي تشتا ابي بيغمبري غوتي دين براهيكا همي تشتا او تشتشتي تيل البروي نابتن ابيشندي ام دي ان امتحانا كرني كود اللي ما تقويتي دا اجر افتي دا نابتن معناه يعني اخفتنت ما وكريارت ما وافتشت امتكن هم ميدي بيج بتن بوشي تشكو ام هندات اشتاب بريا خدي وبيغمبري تاخين امي فيش رب العالم كي جباني وي بلند او بري مبدا في ديني او في ديني الدفما عزيز بكت او دي في ديني الدفما هيبت بيختن وام سر بجين وام سر بمرين حشر مالجال اهل ايماني بيتكرني اهل في ديني والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.